أهلاً بكم أعزائي المشاهدين أحييكم من استديوهات قناة الآرامية وحلقة جديدة. هذه الحلقة من برنامج صوت اختبار العابرين. حلقة مهمة جدا ونرى يد الله تعمل من خلال قناة الآرامية من خلال خدام قناة الآرامية ويأتون نفوس كثيرة جدا للمسيح. اليوم راح نتكلم على اختبار من كربلاء. من كربلاء أحد الأخوة عرف الرب يسوع المسيح كربلاء هي منطقة في العراق وهي منطقة شيعية مية بالمية تقريبا لأن حتى أهل السنة اللي موجودين في كربلاء طردوهم عندما سقط النظام السابق اللي هو نظام صدام وأصبحت هذه المنطقة شيعية وإيران أيضا يقول هي ليست في دولة العراق طبعا هذه أخبار إيران هي بالتأكيد هي عراقية وفي دولة العراق وكربلاء هي من ضمن العراق إيران يقول هي أهم محافظة تابعة إلى إيران لأن إيران بما أنه شيعي وكربلاء هي فيها المراقد المقدسة يسمونها أو قبر الأئمة اللي ماتوا من مئات السنين اللي تحاربوا بينهم واحد قتل الآخر وماتوا في كربلاء صارت الحرب وهذه الحرب يسمونها الأرض المقدسة أو يسمونها الأرض المقدسة الثانية طبعا بعض من الشيعة قال عليها الحج إلى كربلاء أفضل من الحج إلى بيت الله يعني يريدون يسوون لها منطقه تجاريه، منطقه حجاج، والبزنس والدرهم والدينار يشتغل، هذه هي المنطقه اللي اتكلم عنها. هذه المنطقه متزمته جدا جدا جدا، كلهم شيعه. لا يوجد لا عندهم مسجد للسنه، وطبعا كنائس مسيحيه وديانات اخرى هذا انسى الموضوع. ولكن الاسلام لا يقبل الا الشيعه في هذه المنطقه، وهذه المنطقه شيعيه 100%. مع هذا التزمت الكثير، ومع هذه التجديد، ولكن يد الله تعمل. وتخلص نفوس كثيره جدا. التقيت طبعا في اخوه واخوات في تركيا، كانت خدمتي في تركيا لمده ثمان سنين تقريبا. التقيت باخوه واخوات كثيرين جدا من العراق، والبعض منهم من كربلاء. وعنده حتى ما اتكلم معهم، انت من كربلاء بالذات انا من كربلاء، كيف عرفت المسيح؟ يعرف المسيح من خلال الانترنت، من خلال التلفزيون، من خلال السوشيال ميديا، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والى ما ذلك، لان حتى المبشرين لا يدخلون الى هذه المنطقه. طبعا العراق في مسيحيين في بشاره للمسيحيين في منطقه الاكراد وفي المناطق اللي كان يسكنها المسيحيين الان طبعا لا يوجد بها مسيحيين مثل برطله وغيرها طردوهم بغوا تقريبا الاف قليله كانوا بزمن صدام أربعة مليون مسيحي وكانت كنائس شامخه مثل كنيسه السيده العذراء وكنيسه النجاه وكنائس اخرى كثيره جدا وكنائس اثريه يعني قبل الاسلام هذه الكنائس كانت موجوده ولكن الاسلام غضى عليها عندما جابوا داعش بحجه ان داعش سنيه واحنا شيعه هم اللي جابوا داعش خلوا دمرت هذه المنطقه بعدين طردوا داعش اوكي شكرا طردتوا داعش رجعوا المسيحيين العراق قال لا كلهم نهجرهم صارت كلها مساجد وصارت كلها حسينيات يعني شو اللي عملتوا طردتوا داعش اهل البلد وين موجودين كلهم تهجروا عوائل كثيره في تركيا عوائل كثيره في لبنان في الاردن اللي طالبين لجوء اللي, اللي طبعا نشكر رب من اجل وصولهم وصلوا الى بر الامان لدول اوروبا وامريكا وكندا وغيرها حتى البرتغال ايضا ذهبوا اعداد كبيره فالعراقيين المسيحيين تطشروا بغت هنا هذه المنطقه هي المنطقه اللي الشيعيه 100% ولا يقبل بها اي شيء اخر وما زالوا يتمددون بالعراق طبعا داخل دوله العراق لان العراق اصبح بيد الحكومه ودستور الدوله اللي هو الاسلام او القانون في الماده الثانيه الشريعة الإسلامية هي شريعة الدولة وقانون الدولة يعني إذا أنت مش مسلم لا تستطيع تعيش معنا بطريقة بسيطة وطريقة واضحة ولكن هل هذا يمنع كلام الرب يسوع المسيح؟ هل هذا تمنع رسالة الرب يسوع المسيح؟ منع المبشرين ولكن الإنترنت موجودة منع الخدام من يدخلوا للعراق ولكن غنوات التلفزيونية تدخل حتى إذا قفلوا الأبواب تدخل من الشباك أخوة وأخوات يرون حتى برنامج التيك توك اللي هو برنامج بسيط جداً وقناه الاراميه اضافت هذه المنصه الى الخدمات لان الرب يسوع المسيح قال يجب ان يكرز بالانجيل للخليقه كلها، الانجيل يجب ان يوصل باي طريقه من الطرق كان مبشر، كان خادما، كان تلفزيونا، حتى التيك توك نعم حتى التيك توك نستخدمه لكي نوصل كلمه الرب يسوع المسيح. من خلال التيك توك من خلال برامج الاراميه كان اخ اسمه علي يتابع قناه الاراميه بصمت. طبعا اخوه واخوات متابعين بالبث يوصل 200 و150 و100 والى ما ذلك احنا ما نعرف مين يتابع اسماء مجرد اسماء هذا علي وهذا حسن وهذا فلان هل هم بالفعل يسمعون؟ هل هم يريدون يسمعون؟ هل هم يريدون يبحثون؟ تابع قناه الاراميه في عده مرات وظهر معنا ايضا انا والغث ثابت مره وشارك معنا بعض التساؤلات بالتاكيد لما سال انا عرفت انه مسلم لان الاسئله اللي سالها امور بسيطه جدا في المبدا المسيحي امور بسيطه اي طفل مسيحي يستطيع يرد عليها لان هي اساس المسيحي اصلا كان يسال عليها لماذا جاء المسيح؟ لماذا صلبوا الناس؟ بما انه اله لماذا ما مجدوه؟ كيف عرفوا؟ هذه الامور البسيطه سالت اخ علي انت مسلم؟ قال انا مسلم قلت له ممكن تواصل معي الخاص من بعد الحلقه اذا تحب يعني تواصل معي وتكلمنا وشرح لي لماذا هو ترك الإسلام؟ هو كان مسلم ولكن بعيد عن الإسلام. سألت لماذا تصل بالمسيحيين لأن تركت الإسلام؟ لماذا تركت الإسلام؟ طبعاً الأسباب اللي موجودة كلكم تعرفونها ودائماً نناقشها على البث المباشر من خلال النصوص الدينية اللي موجودة واللي تحرض على القتل والتحرض على أمور أخرى كثيرة جداً. مش في مجالها نتكلم على النعمة مش في مجالها نتكلم في هذا الموضوع. هذا الأخ ترك الإسلام من من ضمن المشاكل اللي هو واجهها والده طلق أمه من بعد 45 سنة وهو يعيش مع أمه لحاله وعندما شوية كبر سأل الأمه يعني هو طبعا يعرفه كان موجود لما أبوه طلق أمه بس كان يسأل أبوي ليش طلقك وهذه الأمور قالت للشريعة الإسلامية تبيح له أن يتزوج وبالعمل هو ما يشتغل بالعمل تعرف على زميلة بالعمل أيضا مطلقة وبعضهم يروح للعمل ويشتغل معها ويحكون معها وجل زوجتك لها تتزوج عليك ليش تتزوج عليك كلها الشريعة الإسلامية بتقول متاح للرجل يأخذ واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة اللي هي موجودة في صورة النساء طبعا الست رفضت ست غلبانة مسكينة وكل امرأة هو غريزة الإنسان الله يعرف غريزة الإنسان لا تحاول لا دين ولا عقيدة ولا أي تعليم آخر غير الله لأن الله يعرف غريزة الإنسان امراه عايشه مع زوجها، كيف تعطي نصف البيت لامراه ثانيه غريبه؟ مش ممكن. لا عقليا ولا منطقيا ولا عرفيا. ولكن الاسلام كل هذه ما يعرف الاسلام عندنا عند نص وخلاص. قالت له اوكي بس انت ربيت معي وانت ما كان عندك فلوس وكانت ضعيف حال يعني حالتك الماديه وعلي بيسوي يحكي لي يقول كان مريض والدي وامي احتوتته وامي عملت وامي جابت وبعدين لما تحسنت حالته أمي عاشت معاه يعني بحالات صعبه جدا طبعا والعراق كلكم تعرفون العراق والحروب اللي موجوده بالعراق مع ايران ثمان سنين مع امريكا لما دخلت امريكا صار تراب من الاول لما جاءوا الشيعة مع داعش سووا تراب مره ثالثه هسه بدا العراق شوي شوي هسه بدا والميليشيات طبعا واحد يقتل الاخر وموجودين والربيستر يستر اللي موجود بالعراق واللي يحصل لان هاي هاي الارض هي ارض الحرب اصلا بيتحاربون مين قتل الحسن ومين قتل الحسين ومين قتل فلان وهذه المواضيع اللي كلنا نعرفها وكلنا نشاهدها هاي الست عاشت مع هذا الرجل بكل هذه الحروب بكل هذا الدمار اللي حصل واحتوته وزوجته وعاشت معه الأمرأة بطبيعة الحال هي يعني تحت حماية الرجل هذه طبيعة الإنسان وطبيعة طبيعة ما غلها الله ليس الرجل بدون المرأة وليست المرأة بدون الرجل هم متحدين مع بعض المرأة بحماية الرجل إذا ما كان عندها عيش تقول له خلاص أنت ما قدرت تعيش نروح لبيتي هذا المفروض هي سكنت معه وبغت معه وتعبت كل المشقات معه الان لما شوي تطور هذا الرجل قال هرد تزوج طيب ليش تتزوج مش مغصره معك انت عندك ولد وعلي عمره تقريبا ذاك الوقت يعني عندما ابوه نطلق امه تقريبا 14 15 سنه ويدرس وفلان وهذا ابني يضيع من عندنا قال كيفك طيب لينا تزوج طيب وين تتزوج قال بنفس البيت غرفه لك وغرفه للزوجه الثانيه طبعا هذه الست رفضت، ترفضين رفضن قالت ترفضين رفضا باتا؟ قالت له نعم، قالت لها خلاص اطلعي من البيت. خذت علي ابنها وراحت الى اهلها، واهلها طبعا شافوا لها مكانها، هسه هي وامراه ارمله، وعلي بدا يتكلم معي. كنت اناقش معه هذا الموضوع. هل تشوف هذا من الاسلام؟ قال بالتاكيد، من النصوص الاسلاميه والدي غال لأمي. وحتى بعث لها رجل دين من غريتنا يعني جاي يغني عمي الدين قال هيك والرسول تزوج والصحابة تزوجوا وفلان تزوج ولكن أمي مش غادرت هل أمي المغصرة ولا والدي لا بالتأكيد النص الديني والدك أيضا كإنسان ولكن فكره ملوث بهذه النصوص الدينية وانت يا استاذ علي لو كبرت نفس الشيء راح يحصل معك راح تقول الان لا وانا مثقف وانا درست وهذا كله جانب ولكن ما زلت ملتزم بالنص الديني راح يحصل معاك هكذا قال لي هو لخاطر هذا السبب أنا تركت الإسلام طبعا في أسباب أخرى بسيطة تكلمنا عنها في الموضوع الآن ليس مجالها نشرح كل شيء وكان عندي حلقة مسجلة معاه ولكن لسوء الحظ هي الحلقة الآن قطع صوتها موجودة على التيك توك بعض الأخوة شافوها وهو سلم حياته على البث المباشر طلبت منه أستاذ علي هل ممكن تجي على البث المباشر ونتكلم قال أنا ما عندي أي مشكلة طيب ما عليك خوف ولا شيء؟ قال لا انا ما اخاف، طبعا في احنا إيه؟ في قناة الأرامية حريصين جدا على الأشخاص اللي موجودين في دول إسلامية عندما يقبلون الرب يسوع المسيح نتكلم معهم على الخاص ونتكلم معهم ونحاول نصلي معهم على الخاص وهذه هي خلف الكواليس أن نعرضها لكم في قناة الأرامية طبعا بعض الناس ما نقول اسمائهم بعضهم نقول اسمائهم بعضهم نعرض صورهم حسب الحالة حالة الشخص ولكن علي كان جريء جدا وقال أيوه أجعل البث المباشر أنا وأتكلم معك إذا تحب لأن كان وقت طويل تكلمت معه قلت له انا راح افتح بث بعد قليل فكان ضيفي ايضا بالحلقه وكان بالبث وتكلمنا معا ومره ثانيه شرحنا وتكلمنا ساعات طويله يعني واخوه واخوات معه وفي الاخير قال لي اريد اسلم حياتي للمسيح. طيب علي انت الانجيل؟ قال قريت من الانجيل امور بسيطه جدا. طيب قبل لا اسلم حياتك للمسيح عندك اسئله بالمسيحيه؟ قال انا عندي اسئله كثيره بس خليني استدرج بها بعض الاسئله طبعا سالنا بعض الاسئله. وتكلمت عنهم وبالحلقه موجودين كلهم ها كل هذا موجودين ممكن بالحلقات القادمه نعرض لكم جزء من هذا الاختبار بصوت الاخ علي يعني. الكتاب المقدس يقول في مزمور 62 الايه 7: على الله خلاصي ومجدي صخرتي وقوتي محتماي في الله. هذا الكتاب المقدس يقول مجدي وخلاصي على الله. وصخرتي وقوتي ومحتماي في الله اللي هو الرب يسوع المسيح اللي يتكلم عنه المزمور مزمور داود خلاص الاستاذ علي مش على الاراميه موقف ولا على خدام الاراميه موقف على الرب يسوع المسيح من خلال الرب يسوع المسيح هو تنور عقله وقلبه والرب اعطاه الاستناره لكي يبحث في هذه المواضيع وهذه الامور وجعل البث المباشر طبعا و تواصلت معه وتكلمت معه وسلم حياته للرب يسوع المسيح طبعا طلبت منه والدتك ممكن تكلم مع والدتك قال لي لا أنا والدتي هي يعني راح تعرف راح تتكلم معك هي أيضا شوية بعيدين احنا عن الإسلام الوالد أيضا بعيد سألت بعيدة هي تصلي تصوم قال لا كل البعد من يوم الوالد طلقها هي طبعا احنا الآن يعني هو بيشتغل هو بيشتغل يعني بيشغل وبيدرس وبيشتغل فما بيشتغل التايم بالكامل يعني يوم الدراسة يشتغل نص يوم ويوم اللي عطلة عطلة يعني ما ماشية الحال معه ما. نشكر رب يعني حالته ماشية البيت طبعا ما يعطونا جار لأن البيت الأهل والدته يعني أو الأخوها الأكبر تقريبا ما بيت ساكنة به هي ومنها وماشي حالة نشكر رب من أجل هذا حالة ضعيفة طبعا بس عايشين عايشين ما زال علي يشتغل ويشتغل في مطعم والمطاعم بالعراق طبعا وضعها تعبان مو مش مثل المطاعم اللي في الدول الثانيه بها بيع وشراء كثير لان الناس ملتهيه بالحروب بالقتل والعراق انتم عارفين الوضع العراق حاليا ولكن هو بنشكر ربه بيشتغل وبيكفي والدته ف الوالده سالت عليها بتصلي تصوم تلتزم بالدين الاسلامي قال لي لا طيب ترك الاسلام قال ما اقدر اقول نعم لان هي لم تصرح هذا طيب ممكن اتكلم معها قال لا هي مجروحه اول ما راح تتكلم معها ما راح اقول ليش بعدت عن الاسلام؟ راح اقول لك بسبب الطلاق اللي موجود بالدين وزوجي طلب مني طلب اني يطلقني وانا هاي راح تنجرح اكثر وانا والدتي يعني بيحب والدته جدا وهذا طبيعي طبيعة الحال يعني. فقلت له ممكن تواصل مع الوالده قال لي لا بهذه الطريقه ما يمكن نتواصل يعني هي شوي حالتها صعبه بس خليني انا معاها خليني افتح لك سبيكر بعض اللغات اكلمه يعني اكلمه من خلال التليفون تواصل مع يعني اتصال خاص يعني. انا بسمع بيفتح السبيكر اسمع الوالده تتكلم وكان يسال على الانجيل وهي تسمع وحتى طلب الانجيل ورقي قال لي هل ممكن؟ قلت له هو ممكن بالعراق ولكن شويه بيتعب تعب لك اعتقد لازم تسافر يعني هو اعطيك عنوان تروح تاخذ منهم من انجيل اللي هم في من مناطق الاكراد يعني انت مستعد؟ قال لي في الايام المقبله يعني والدته كانت تسمع كل هذا وما عندي اي مشكله قلت له طيب علي انت ما دام الوالده هيك تقول علي تكلم معها انت شخصيا شخصيا أتكلم معها ودردش معها واشرح و... لها يعني هكذا قال الرب يسوع المسيح هذا الانجيل هذه الامور المسيحيه واذا عندك سؤال هي سالتك وانت ما تعرف تجاوب عليه فيا انت ايضا تسأل هو طبعا بدا يدرس ونشكر الرب يسوع المسيح هسه في جروب عندنا احنا عندنا جروب للتلمذه من خلال قناه العراميه في اخوه واخوات هناك يتلمذون يعرفون كلمه الرب كل يوم هذا الجروب بدروس المسيحيه. بدا يدرس معنا ايضا وبدا ايضا يتكلم مع والدته نشكر الرب يسوع المسيح وكل يوم يعطيني اخبار انا لحد الان ما تكلمت معها ولكن في الايام القليله القادمه اعتقد انه راح اتكلم معها انا طلبت عليه بس قال لي خلي الفتره شوي تكون احسن خلي الوقت يكون شوي افضل راح اوصلك مع الوالده ايضا تتكلم معها هذه العائله هي للرب يسوع المسيح شاركت معكم هذا الاختبار لكي نصلي في تفاصيل اخرى كثيره ولكن كما تعرفون جميعا اولا وقت البرنامج نص ساعه، ثانيا في بعض الامور خاصه وما زالوا ايضا موجودين بالعراق، لو اعطي مكان عمله والاسم الكامل والعنوان وهذه الامور كلها راح تكون خطر على حياته. لان الناس تتتبع من يترك الاسلام ومن يقبل للمسيحيه او يترك الاسلام للالحاد، هذه يتتبعونهم وتكون لهم خطر في حياتهم. من خلال هذا الاختبار اطلب منكم انكم تصلون من اجل عالي ومن اجل امه أن الرب يسوع المسيح يغمرهم بمحبته وحنانه ويعطيهم الصبر أيضا ويوضح لهم أمور هم يريدون أن يعرفونها صلاة مهمة جدا من أجل هذه عائلة أخواني وأخواتي نصلي من أجل الأخ علي وعائلته وأمه وفيما بعد أيضا هو أعتقد أعتقد أنه تواصل مع أخواله فيما بعد هو تكلم معي في أمور كثيرة يعني ممكن راح أتكلم ممكن هاي بس خليني شوي أستقوي في الإيمان المسيح. ونشكر الرب هو بدا يدرس المسيحيه وبدا يمارس ايمانه في المسيحيه وبدا ايضا يسال اسئله جيده يعني اسئله اسئله للمعرفه ماذا اعمل الصبح؟ ماذا اعمل الظهر؟ كيف ما بعرف ايش؟ كيف اصلي لحالي؟ كيف اطلب؟ كيف نتعامل؟ هذه الامور الجيده اللي هي بناء في المسيحيه اللي قال عليها الرب يسوع المسيح المسيحيه هي بنيان لازم يبني حياته بالاول ثم له ملكوت السماوات طبعا هذا بالتاكيد اكده الرب يسوع المسيح لان قال انا هو القيام والحياه من امن بي ولو مات فسيحيا هذه ايضا شجعتهم ولدت ايضا غطى عن الامل من ذاك الموضوع بس حاليا بدا يتكلم مع المسيحيه حاليا بدا يعيد لها الامل من الاول طبعا الرب يسوع المسيح يعيد لها الامل ولكن هو وصل رساله المسيح للوالده لكي تستعيد املها وكي تمارس حياتها من الاول والشخص الفاسد اللي كان في حياته حتى اذا كان يوم من الايام زوجها خلاص هو بالشريعه الاسلاميه ومكتفي بالشريعه الاسلاميه وبعدت عنا كل البعد الان تقريبا ست سنين سبع سنين هي مطلقه اكثر يعني لان علي يقول يوم طلقت تقريبا كان عمره 14 والان هو 22 فسنين طويله من سبع سنين يعني امم فهم بعيدين جدا ولكن الحكايه والروايه هي كلها احنا محتاجين نصلي من اجل الاخ علي ايضا اخواني واخواتي مهم جدا دعم قناة الاراميه قناة الاراميه كما تعلمون توصل كلمة الرب يسوع المسيح في ارجاء العالم ب 14 لغة وهي قناة ناطقة ايضا بالعربية ولغات اخرى منها الانجليزية والكردية و علي ايضا يتابع الويب سايت قناة الارامية لقراءة الانجيل لان الانجيل ايضا متوفر في قناة الارامية بعده لغات. هذه الخدمات هي تستمد دعمها المادي للكرازة من السادة المشاهدين. إذا الرب كلمك والرب لمس قلبك أيضا يا ريت تدخل على الويب سايت الموجود على الشاشة www.abngive.com هذا موقع الدعم تستطيع تشارك معنا في قناة الأرامية بأي مبلغ مالي الرب يضعه على قلبك لكي نوصل الرسالة معا ولكي نبعث أناجيل للآخرين ولكي نبعث لهم نبذ ونوصل لهم كلمة الرب يسوع المسيح شاركونا في هذا الموضوع مهم جدا كلنا كمسيحيين نتشارك في هذا الموضوع ونوصل كلمة الرب يسوع المسيح إلى الآخرين الرب يبارك حياتكم وانتظروني في حلقة قادمة واختبار جديد أيضا ولكن لا نعرف من أين ولكن الرب راح يدبر ونشوف أي اختبار نتكلم فيه عندنا عدة اختبارات جاهزة راح نتكلم في اختبار جديد في الأسبوع المقبل الرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة.